غسان رح نحكي يمكن عن شيء يوميا نحن بنتعرض له، بنفتش فيه، بندور عليه، هو مواقع التواصل الاجتماعي ودوره بتسهيل عمل الوزارات، وخصوصا اليوم عم نحكي عن نموذج وزارة الثقافة يلي قدرت من خلال المكتب الصحفي ومواقع التواصل الاجتماعي انها تسهل وصول المعلومات وحتى تنشر الفعاليات بشكل اكبر، وهالشيء اكيد رح نناقشه مع مدير المكتب الصحفي بوزارة الثقافة جوني ضاحي. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير جوني. صباح الخير جوني. بما انه عم نحكي عن المواقع، فخلينا بالبداية نحكي عن الموقع يلي انتوا بلشتوا تشتغلوا عليه بوزارة الثقافة، وقديش عم يساهم بانه يمكن ينشر العمل تبع الوزارة بشكل افضل. اول شيء اطلقنا وزارة الثقافة نحن صفحة فيسبوك من فترة، وعندنا الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الثقافة. هدول اتجاهين انطلقنا فيهم، طبعا خاصة بهالفترة هي فترة السوشيال ميديا، فترة التواصل الاجتماعي اللي هي دائما موجودة معنا بكل وقت وبكل لحظة، وقدرنا نحن من خلالنا بنقدر نوصل لجميع الفئات العمرية. طبعا انا بحكم اليوم الكمبيوتر او الموبايل بايد اي حدا، دائما اونلاين 24/24، اطفال وشباب وشيوخ وكل الاعمار، فاذا نحن نقدر نوصل لجميع الفئات العمريه. قدرنا بهالطريقه هي نحن نوصل مع اخبارنا وفعالياتنا لجميع الاعمار بطريقه سهله، يعني نحن بنرتاح وهن مرتاحين. قدرنا من خلالها انه يعني كثير نخفف تكلفه علينا وتكلفه على الوزاره، وبنفس الوقت انه وصل لكل العالم بهالوقت. يعني جوني لما بنحكي حتى مثال، لما بنقول انه كيف بدنا نعرف انه شو في فعاليه اليوم، فبنفتح مثلا ممكن صفحه على الفيسبوك، بنقرا منشور انه اليوم في كذا بدار الاوبرا، اليوم في كذا بالمسرح او غيره. هذا الشيء يمكن سهل نشر الفعاليات اللي عم تقوم فيها الوزاره، لكن كمان بالجانب الاعلامي، يعني كمان كان في تواصل منكم مع جانب الإعلامي مختلف، هذا كمان كتير شيء مهم بهذا الوقت نحكي عنه. تمام. هلأ نحن دائما علاقتنا بالمكتب الصحفي مع الإعلام هي علاقات، وهي مبنية على علاقات بيننا وبين الإعلاميين. هلأ نحن بعد الشيء الرسمي بنقدمه لأي محطة، نحن بدنا نتواصل مع المختصين بشأن الثقافي بكل محطة. أسهل طريقة دائما هي التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، المسجات الفيسبوك والنشاطات الأخرى. نحن دائما بالموقع 24 ساعة متواصلين خلال نشر فعالياتنا بالاتصال بالرسائل. طبعا واهم شيء بهذا الموضوع دائما هو انه في حال رد على المسجات او رد على التعليقات بيعمل جسر ربط بين الدوائر الحكوميه والاشخاص او المتابعين لهي الصفحات. احنا عم نشوف الصفحه تبعكم على الفيسبوك، يمكن هي والموقع ايضا. تمام. كل يوم بيتم نشر كل الفعاليات والاخبار. احنا بننشر اول شيء اعلان عن فعاليتنا، بالتغطية عن الفعالية، مغطي الفعالية فورا بعد أقل من ساعة بكون مغطي بخبر صحفي زائد صور. وحاليا يعني عن حنبدا بشيء جديد يعني ان شاء الله. عم تحكي كنت عن التواصل بين يمكن الاشخاص وبين ايضا المؤسسات الحكوميه او الوزارات. كيف بعد انشاء الصفحه على الفيسبوك كيف عم تشوف هذا التواصل، وعم تجيكم اقتراحات من اشخاص لفعاليات معينه مثلا؟ اي تماما. هلا التواصل كثير الحمد لله، يعني هلا صار عم نلاقي نحن صار في عندنا بالصفحه بحدود 40,000 متابع دائما. دائما في عندنا اقتراحات، في عندنا استفسارات، في عندنا تواصل مع المتابعين. هذا الشيء طبعا مثل ما تفضلتي انه صار في عندنا ناس بتقترح علينا شيء، ناس بتذكرنا باشياء، وصراحه يعني واحد ما في ناس انه انتم هون مثلا في سلبية فيها كذا مقصرين فيها، إيه عم توصلنا صفة الإيجابيات والسلبيات لهذا الموضوع. يمكن هي شيء من أبرز أهميات التواصل بين خلينا نقول المكتب الصحفي اللي هو بيكون دائما خلينا نقول تواصله مع الشخصيات بشكل عام، لما بتنزلوا وبتصيروا عم بتشوفوا وعم بتتابعوا أكثر الناس شو بدها، ومن خلال هالمتابعات خلينا نحكي أكثر شو المهرجانات مثلا اللي إجاكم كتير تعليقات إنه نحن بدنا مثل هالمهرجانات ف اقترحتوا وعدتوها مثلا. تمام. هلا نحن بالصفحه اكثر شيء من خلال المتابعه، من خلال المسجات تجي كادمن من الصفحه من الفيسبوك، دائما في عندنا بنشاطات لدار الاوبرا دائما هي المتابعه اكثر، مواعيد عليها طلب. تماما. المهرجانات السينمائيه
كمان فيها تغطيات أكثر. والحمد لله يعني هلأ نحن في بشكل عام ما في عنا خبر إلا ما عم يكون فيه. وبالصفحة بنعرض نحن على جميع المحافظات السورية، جميع مراكزنا الثقافية، مسارح المبتدئ على مساحة الوطن، كلها بنحمل أخبارها بشكل يومي بشكل ساعي يعني. نحن في عنا تواصل بين الصفحة وبين مديرياتنا الثقافية ومراكزنا الثقافية زائد مديريات بالمحافظات، ببعتونا أخبارهم أول بأول، بنحملها فوراً وبتكون طالعة أونلاين فوراً. جوني، خلينا نحكي عن آخر الفعاليات اللي رح يعني اللي قمتوا فيها أنتوا بوزارة الثقافة، وهلأ كمان شو محضرين شيء جديد مشان كمان كل العالم تعرف على بشاشة الإخبارية فعالياتكم. إحنا انطلقنا بأول الشهر من حوالي 3 أيام بالتظاهرة السينمائية، تظاهرة أحدث الإنتاجات الأفلام السينمائية العالمية، هي الثالثة بدار الأسد للثقافة والفنون، تمتد لمدة شهر كامل. عنا عروض مسرحية بكل مسارحنا، وهلأ عم نعمل على شيء هو يوم الثقافة ب 23/11 حننطلق لمدة أسبوع، حيكون في زخم ثقافي كبير، في من تكريمات لحفلات موسيقية، عروض مسرحية، حفلات عروض سينمائية وتكريمات. بس حابب نوه على شيء، نحن أطلقنا منذ حوالي الشهر تقريبا صفحة على صفحتنا على الموقع الإلكتروني باللغة الإنجليزية، وهي نحن الصفحة كمان بتتحمل أول بأول أخبارنا أول بأول، مترجمة باللغة الإنجليزية دائما. يعني هي رسالة موجهة منا من الثقافة من سوريا لكل الناطقين بغير اللغة العربية أو الناطقين باللغة الإنجليزية، أنه نحن هون موجودين، نشاطاتنا موجودة، الثقافة موجودة، سوريا دائما هي. طبعا اكيد بدنا نشكرك جوني، وبدنا نتمنى لكم التوفيق بكل الفعاليات اللي عم تقوموا فيها، ودائما الثقافه بسوريا هي صوت الحياه مثل ما قلت، ورح تبقى اكيد صوت الحياه بسوريا مسموع لكل العالم. شكرا كثير لك. شكرا لك. طبعا بس بدي اتشكر كادر العمل اللي معي اللي دائما هو اللي سند دائما، بتشكر استاذ محمد الاحمد وزير الثقافه اللي هو دائما سندنا، وهو دائما المشرف على مشرف على عملنا كاملا. يعني نتمنى لكم كل التوفيق، ونتمنى دائما نشوف فعاليات يمكن هي تعكس إرادة الحياة الموجودة عند السوريين. إن شاء الله. كل التوفيق لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا للتغطية دائما.